بمناسبة شهر رمضان الكريم. رح نحكي اليوم عن عادات الأكل الصحيحة والتغذية السليمة. معنا اليوم نجاة خطيب، معالج طبيعي بالأعشاب والتغذية. صباح الخير لك نجاة. صباح النور أخت نوران. تحكي لنا، طبعاً إحنا أسا في شهر رمضان منصوب أكثر من 10 ساعات وإلا ما يكون في إله تأثير على الجسم، فإيش تأثيرات الصوم على الجسم إحنا؟ أول إشي صباح الخير، منقولكو رمضان كريم ينعاد علينا وعليكو بالصحة وهداية البال. مثل ما منعرف إنه شهر رمضان هو عبارة عن الصوم الامتناع عن الأكل لمدة 16 ساعة. 16 ساعة من الصوم هني كفيلات إن يسببوا للأشخاص ولأكثر الناس وأغلبها بعض الأعراض، التعب المزمن، الإرهاق، وبالذات بخص بالذكر الأشخاص المرضى اللي بتناولوا أدوية متواصلة وعندن أمراض مزمنة. هذول الأشخاص كثير عندن مشاكل صحية، بخص بالذكر المشاكل الجهاز الهضمي، لأن الصوم مدة 16 ساعة فكفيل أنه يعمل خلل في وظائف الجهاز الهضمي وتباطؤ بعمليات الأيض والتحليل بالجسم. طب إيش النصائح اللي هيك تنصحينا فيها عشان نتبعها بشهر رمضان؟ بشكل عام أهم إشي، النصيحة الأولى بحب أقول للناس إنه عدم إهمال وجبة السحور، بالذات وجبة السحور. في بعض الأشخاص اللي بتنازلوا عن وجبة السحور بقولوا بدنا ناكل قبل الليل وبدناش نفيق بالسحور. هذا خطأ فادح كثير. يعني كيف؟ لأنه وجبة السحور اللي أنت بتقوم بآخر الليل تأكل فيها هي كفيلة إن تضاين وتستقيم وتعطيك طاقة على مدار 16 ساعة أنت صايمتيهن. وبالذات إنه بوجبة السحور ضروري إنه نأكل أكل كثير صحي، بيحتوي على البروتينات، بيحتوي على النشويات المركبة والدهون الصحية الغير مشبعة. يعني كيف بده يكون الإشي؟ مثلا يعني بوجبة السحور مليح لإلنا إنه نأكل الخبز الأسمر مع نخالي، لأنه الخبز الأسمر مع نخالي هو عبارة عن نشويات مركبة بيحتوي على الألياف، بيعطينا نوع من الشبع. مع الخبز الأسمر مليح إنه نأكل البيض، منأكل الجبن، منأكل الحلاوة مع المكسرات، إذا في بطيخ منأكل هاي الأشياء بتعطينا طاقة على مدار 16 ساعة، وضروري إنه نأكل هاي الوجبة. هيك نصيحة أولى. النصيحة الثانية اللي هي وقت الفطور، لما بدنا نكسر صيامنا وبدنا نفطر الوجبة الرئيسية بساعات المساء، ضروري إنه بالأول نبلش بالكوباية مي مع 3 حبات تمر، أو إذا مش 3 حبات تمر مع كوباية مي بإمكاننا إنه نبلش بكاسة الشوربة. بنعطي لحالنا مجال أبو 10 دقائق، ربع ساعة. في أشخاص بروحوا بيصلوا، يعني بيعطوا بحالهم بهذا الوقت، بيستغلوه للصلاة، بيرجعوا للأكل وبيبلشوا يأكلوا. شو هدفنا إنه نعمل هاي الاستراحة حبة التمر مع المي أو كاسة الشوربة؟ حتى لا نسبب صدمة للجهاز الهضمي إنه بعدين 16 ساعة إحنا بنصدمه بكمية أكل مباشر كبيرة. فالأفضل إنه نهيئه بالشوربة أو بحبة التمر، كونه التمر مع المي هو عبارة عن سكريات اللي على المحل سريعة الامتصاص للجسم، الجسم بيمتصها. العادة الثالثة الضرورية اللي بشهر رمضان بالذات إنه كل الوقت إحنا خاملين ومنتحركش، مليح بعد الأكل بساعتين إنه نطلع نعمل نوع من المشي، يعني لو لمدة 30 دقيقة أو 40 دقيقة. المهم إنه نمشي، ما نخليش الجسم كل الوقت إنه أكلنا هالقد كمية أكل وظلينا قاعدين كل الليل على الكنبايات. فهذا الإشي كفيل بما بدل ما إنه إحنا نضعف، يمكن بهذا الشهر يعني الخمول وقلة الحركة تسبب لنا إنه نزيد عدد من الكيلوغرامات اللي إحنا بغنى عنها. والإشي الضروري بشهر رمضان مهم إنه نشرب حوالي 2.5 لتر من المياه وعدم التنازل عنها، ومهم إنه نشرب الماء على جرعات بسيطة حتى إنه الجسم يمتصها. طب شو هي الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبوها الناس في رمضان؟ أكثر أخطاء شائعة بالنسبة للناس هي إن بيشربوا المي على كميات كبيرة مبالغة فيها. كميات المي على يعني بجرعات كبيرة، يعني بحطوا مثلا قنينة اللتر على المحل بيشربوا جرعة واحدة. شرب المي على جرعات كبيرة هذا بسبب إنهاك وتعب للكلاوي. كيف بفوتوا الميات بالجسم على المحل؟ الكلاوي بتخذهن وبتنزلهن عن طريق البول. فالأفضل إنه لما بدنا نشرب المي بشهر رمضان نشرب
اشربها على جرعات، حتى في حديث نبوي يعني بقول انه اشرب الماء على ثلاث جرعات. شو الهدف انه نشرب الكوبايه على ثلاث جرعات؟ حتى يتسنى للجسم انه يمتصها. جرعات خفيفه بتساعد على الجسم انه يمتصها ويخذها وتفوت على الخلايا وعلى الوظائف الحيويه، لانه الكميات الكبيره بتعمل تعب وانهاك للكلاوي. هاي كثير ضروريه. في بعض الاشخاص بعدي صوم 16 ساعه بيلجأوا للمياه المثلجه، برضو بيشربوا المي المسقعة. المي المسقعة برضو بتعمل صدمة للكبد وصدمة للجهاز الهضمي. انت تخيلي اخت نوران انه الانزيمات الهضمي تاعت الكبد والعصارات الهضمي هي حرارتها عالية، فلما انت بتيجي بتكبي عليها مي مسقعة مثلجة، انت على المحل بتعملي صدمة وخلل لهاي الانزيمات، فعلى المحل الانزيمات هاي يعني بتكمش، بتصير زي مادة السيليكون. لهذا مع الوقت اذا هاي العادة بتظلها مستمرة ممكن هذول الأشخاص يتعرضوا لأنواع من السرطانات، تليف الكبد، تشمع الكبد، أنواع من الإمساكات، أنواع من خلل في الجهاز الهضمي، أو نوع من التلبك المعوي اللي إحنا مش بحاجة عنه. الخطأ الثالث اللي الناس بيرتكبوه بعد الأكل مباشرة بيلجأوا للحلو وللكنافة للقطايف، خطأ فادح جدا جدا. ليش؟ لأنه أنت أكلتي وجبة هالقد دسمة غنية بالبروتينات، غنية بالنشويات المركبة، الجسم بده الوقت، عمال المعدة بتفرز إنزيمات إنه تحللها وتهضمها، فأنت دغري بتجي بتدخلي أخرى كمية سكر هائلة بالجسم. فشو بده يصير بالمعدة؟ أول إشي بده يصير تلبك معوي، عسر بالهضم، سوء بامتصاص المواد الغذائية اللي انت اكلتيها، هالقد تعبتي على وجبة دسمة وبالاخر انت ما استفدتيش اشي لانك انت اكلتي هاي الوجبة وخربطتيها مع السكر والاشياء الحلوة. السكاكر والاشياء الحلوة بتقلل من امتصاص المواد الغذائية، البروتينات والاشياء الضرورية اللي الجسم بحاجتها، وبرضو حطينا على حالنا غازات، انتفاخ، تعب، تلبك، عسر هضمي، نهيك من هون للآخر من العوارض اللي الأشخاص بيعانوا منها. الخطأ الآخر إنه لما بدهم يقعدوا يأكلوا ببالغوا يعني في بشهر رمضان أنا بشوف إنه في مبالغة بالإسراف بالكميات الأكل الطعام اللي بحطوها، فبفضل إنه التركيز على الشوربات، التركيز على نوعين من السلطة، والتركيز على الوجبة الرئيسية. بالنسبة للمخبوزات، بالنسبة للمقالي، بالنسبة للمعجنات، هاي الأشياء بفضل إنه يعني الأشخاص يخففوا منها، لأنه المعجنات والمقالي بتعمل عسر هضم، بتعمل سمنة، بتعمل تلبك معوي، بتعمل نوع من الإمساك. وإذا بتحسي إنه أغلب الناس يعني حتى برمضان كيف بأكلوا بظلوا قاعدين حتى بتحركوش، ليه؟ لأنه من كميات الأكل الهائل اللي أكلوها ما فيهنش طاقة حتى إنه يعملوا أشياء. هذا خطأ فادح حسب رأيي اللي لازم يهتموا إنهم يمتنعوا عنه. في بعض الأشخاص مباشرة بخلصوا الأكل دغري بفوتوا بناموا، بتلقحوا يعني فوتوا كمية أكل هائلة وعلى المحل بفوتوا بناموا. هذا خطأ فادح جدا جدا. أول إشي ليه؟ انت اكلتي هالقد وجبه، الانزيمات الهاضمه تاعت المعده بتبلش تفرز وتفرز العصارات الهاضمه. مجرد استلقائك على النوم انت تعملي هيك، يعني الاستلقاء على التخت، على المحل الافرازات الهاضمه بتطلع لبرا، بتطلع للمريء، بصير الارتداد المريئي اللي هو بصير الواحد عنده الحموضه، الحرقه، بصير يقح من الحوامض والإفرازات الهضمي تاعت الأكل إنها طلعت لفوق. فالأفضل إنه بعد الأكل نتحرك حركة خفيفة بالبيت، نضبضب، نرتب، يعني ما المهم نعمل حركة لطيفة اللي بس ما نقعدش بهذا الخمول. وكيف حكيت إنه بعد العشاء بساعتين مفضل إنه نمارس رياضة المشي الخفيفة حتى نساعد حالنا إنه الأكل اللي أكلناه يعني نحفزه إنه ينصرف وينحرق بطريقة سريعة وأحسن. شو المكملات الغذائية اللي بنفع الواحد يأخذها بشهر رمضان اللي تساعده على الهضم؟ الأشياء المتداولة اللي لكل شخص مهم لإله يأخذها بشهر رمضان هي البروبيوتيكا، الجراثيم الصديقة، لأنه ساعات صوم كثيرة يعني أكثر من 16 ساعة بيعملوا كسل بالجراثيم الصديقة وبيخلوا الجهاز الهضم كثير كسول. في كذلك مشروب الألوفيرا، مشروب الألوفيرا اللي هو مشروب الحياة المنعش،
اللي بيحتوي على الإنزيمات الهاضمة كثير مناسب للأشخاص اللي صايمين يبلشوا فيه ياخذوا منه ملعقة قبل الفطور وملعقة قبل السحور، بيساعد على الهضم وبقلل من حالات النفخة والغازات اللي الأشخاص بيعانوا منها. في بعض الأشخاص اللي عندهم دائما خلال رمضان صعب عليهم أن يمارسوا حياتهم اليومية، بيظلوا كثير تعبانين وفيهنش طاقة، فهذول الأشخاص بنصحهم أنه ياخذوا حبة الفطريات الطاقة، اللي هاي فطريات الطاقة بتشتغل على إنتاج الطاقة في جسم الإنسان وبتخلي الواحد يظل فريش هيك ومنعنش بالجسم، ما يكونش تعبان على مدار